التحالف الوطني يطلق عليك قضيه تنفيذ بمنطقه الرابعه المصريه تابيس. حابين نتعرف النهارده، عرفنا بيك. انا حمزه محمود، نشاط فرد ملابس جمعيه مثاله من التحالف الوطني، جايين النهارده في ربعيه ابيس الرابعه. بنعمل هنا معرض 250 اسره وحفله اطفال ل 100 طفل، ونوزع 250 بطانيه. النهارده انتوا استهدفتوا منطقه الرابعه المصريه النهارده. هنا اكثر مكان محتاج، يعني محتاج اللي هو محتاج ان احنا ننزل نعمل فيه خير، ومحتاج ان احنا نساعد الناس والاسر، ومثلا محتاج المعارض، ومحتاج فيه حاجات كتير، اللي هو ده اكتر مكان محتاج ان احنا ننزل نساعد ونساهم فيه. بتقول احنا بنوزع 200 ملابس ل 200 اسره لاعمار مختلفه. اعمار مختلفه، اطفال، كبار سن، عواجيز، مثلا جميع الاعمار، من اول يعني اطفال لغايه ناس كبيره، شباب وناس يعني 40 و50 سنه، ممكن 70 كمان. التوزيع بيبقى ازاي؟ بقى اسامي مثلا؟ بيبقى في حاجه الاول، بنمشي بالاستقبال، بيبقى في كشف، بننده على الاسر ومين اكتر اسر محتاجين، بيبقى في جمعيه هنا متفقين معاها، بيبقى بتجيب لنا الاسامي، اكتر اسامي محتاجين فيها. مثلا بنشوف الاسر المحتاجين، 200 اكتر 200 اسره محتاجين فيهم، بننزل معاهم معارض اطفال، واطفالي زيرو، اطفالي عادي، وشباب ورجالي وحريمي وكل ده. اسمي عرا سارات لبيب، نشاط فرز ملابس جمعية رسالة. النهاردة جينا رابعة النصرية علشان خاطر بما ان احنا في فصل الشتاء، فجينا هنعمل توزيع بطاطين لحوالي 250 اسرة، وهنكسي كمان لاكتر من 200 اسرة ملابس. طبعا زي ما انتم شايفين واقفين مستنين الاسر وبس، وجينا مخصوص رابعة النصرية لان هي اكتر الاسر احتياجا، وبلاس كمان اللي احنا في فصل الشتاء بيبقى الناس منتظرة حتى يعني وجبة سخنة، غير اصلا توزيع الهدوم. احنا كمان بنعمل اطعام، وبننزل حفلة أطفال، في كمان حفلة أطفال هناك.